سيد المستشار لكم الكلمة تفضلوا. شكرا سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير المحترم. صراحة وضع الفلاح الصغير والمتوسط، الفلاح والكساب الصغير والمتوسط اليوم هو وضع جد صعب، هو كيعيش ما بين المطرقة والسندال، هو كيعاني صراحة من غلاء وسائل الإنتاج. كنهضر على المحروقات، كنهضر على البذور، كنهضر على المدخلات والأعلاف. وفاش ديك البركة من الغلة ومن الكسيبة كتوجد، كيلقى راسو في ظل واحد الغياب ديال واحد السياسة التسويقية مهيكلة تحت فريسة للشناقة والوسطاء. هادشي السيد الوزير كيحيلنا الى نجاعه البرامج الحكوميه المتبعه في هاد المجال هذا، واخص بالذكر المغرب والجيل الاخضرين. 30 سنه والبلاد كتستثمر العديد من المليارات ديال الدراهم في هاد البرامج هادو. واش الاهداف اللي وصلنا لها هي الاهداف المتوخات؟ اليوم كنستوردوا القمح ديالنا، كنستوردوا الاعلاف ديالنا، كنستوردوا البذور ديالنا. ما يمكنش نبقاو غاديين بهكا. فاش كنهضروا على الاستيراد، الدور ديال الحكومه ماشي فقط هو انها تفتح الباب على مصراعيه للاستيراد. فاش كنفتحوا الباب على مصراعيه، كنرسخوا العجز التجاري ديالنا، كنستنزفوا العمله الصعبه، وكنهلكوا دوك السلاسل الانتاجيه المحليه اللي باقا. وبما ان المناسبه شرط وصله بهذا الموضوع هذا، غادي نتحدثوا على 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 عيد الاضحى، وحنا على بعد واحد 15 يوم. وفي ظل هذه الانباء هذه وهذه المعلومات اللي كتوصلنا على الغلاء ديال 30 و50% ديال الاسعار، على واحد الارتفاع ديال 14 و13 درهم في الثمن ديال الكيلو في الاسواق الكبرى، كنتمنى السيد الوزير انكم تستغلوا هذه الفرصه هذه باش تجاوبينا على جوج الاسئله. اليوم ما بقيناش كنهضروا على واحد السوق حر، الدوله كتستثمر الملايير ديال الدراهم باش في الاعانات المباشره من التيفيا الناس اللي ما كيخلصوهاش. اليوم الدوله خصها تحمل المسؤوليه ديالها في مراقبه الاسعار، وتقول للمغاربه الثمن ديال الكيلو بشحال غادي يكون. السؤال الثاني السيد الوزير المحترم، هذه هي السنه الثانيه وحنا كنستوردوا الاغنام، عطيونا الرؤيه ديالكم من هنا عام، من هنا عامين، واش غادي نبقاو نستوردوا؟ واش كاينه واحد السياسه اللي غادي تحقق لنا واحد الاكتفاء ذاتي ولا لا السيد الوزير؟ اخر موضوع اللي غادي نختم به هو فيما يخص المؤسسات العموميه، وحنا تابعنا المجلس الوزاري الاخير اللي تراسه صاحب الجلاله، كنتمناو انكم تستلهموا منه الدروس وانكم تسارعوا في الاصلاح ديال هذه المؤسسات. حنا في الفريق الحركي رسلناكم لا سمحتي يا السيد الرئيس عديد المرات، لا سيما على القرض الفلاحي ومراكز الاستثمار الفلاحي اللي ما كتستجيبش للطلبات ديال العديد من المستثمرين باش يتجاوزوا ديك المشاكل البيروقراطيه والاشكاليات اللي كاينه. كنتمنوا انكم تدخلوا شخصيا باش نلقاو واحد الحل، ونسرعوا بالاستثمار، ونسرعوا في خلق الثروه. شكرا. شكرا. شكرا لكم السيد المستشار المحترم على هذا السؤال، والسؤال ذو رهينيه كبيره، والتعقيب يعود او الرد على التعقيب يرجع للسيد الوزير. تفضلوا. شكرا السيد الرئيس المحترم، السيد المستشار المحترم. فشوف، انتاج هي معادله. معادله شنو فيها؟ استعمال الموارد الطبيعيه اللي هما على الاخص التربه والماء، وكيكون عندك الانتاج. اليوم رحنا في واحد الظرفيه اللي الماء قل، الا ما جاكش الماء من الشتاء خصو يكون عندك السقي. اليوم عندنا 680 مليون متر مكعب ديال المياه، هي باش كننتجوا هذا الشيء اللي كتشوفوه على الصعيد الوطني واللي كيمول السوق الوطنيه. مقارنه مع 3 حتى 4 المليار ديال الدرهم اللي كتخص للانتاج الوطني. ف يعني ما كاينش فيها يعني سياسات ولا فيها هذا، هذه هي المعادله يعني الحقيقيه مهما كانت الرؤيه ومهما كانت يعني السياسه. ونطلبوا الله اولا يرحمنا في هذا في هذه المناسبه هذه. وما يمكنلكش وهذا طبعا احنا عارفين بان الفلاحه ضروا بزاف، وخصوصا هذا الكسابه وفي المناطق يعني البوريه، وحتى الاستثمارات اللي كانت الكبرى اللي كانت في المناطق يعني المسقيه اليوم فيها اشكالات، لان السقا ما بقاش عندهم. ف الاستراتيجيه عطات الثمار ديالها. خصنا نعرفوا لو كان ما دارتش ذوك الاستراتيجيات كيفاش غيكون عندنا الوضع اليوم. راه كنقول لك ب 600 مليون ديال المتر مكعب هو اللي كنتجو به هذا الشيء اللي كتشوفوه على الصعيد الوطني. والحمد لله التمويل ديال السوق راه اليوم راه كاين، كنهضروا على الاثمنه، ولكن راه خصنا نهضروا على الكميات وعلى على يعني التمويل ديال السوق. ولا السيد الوزير للاسف
وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.